حسب المؤشر العالمي تونس الآن في المرتبة 59 على 113 دولة في 2020، 51 يمكن في عام 2018. بالنسبة لتونس، الأمن الغذائي متاعها مستقر، رغم اللي فيه فما برشا إشكاليات. الإشكالية الكبيرة هو المناخ، ومع التغيرات المناخية عندنا إشكال كبير في استقرار الأمطار، وفي معناها كثرة المواسم الجافة، كثرة السنوات الجافة. توا السنوات هذوما الأخرانيين اثنين سنوات جفاف، هذا الإشكالية الكبيرة. المشكل الكبير هو بالنسبة للحبوب. دونك احنا في تونس نستوردوا ولا نحققوا الحاجيات نتاعنا من الحبوب تقريبا 60% من التوريد. إذا كان نحب نخرج بالبلاد من هذه الوضعية، وضعية ربما الارتهان للخارج، فضروري أن نعمل على تحقيق سيادتنا الغذائية. وتحقيق سيادتنا الغذائية ما هي سهلة، على اعتبار أنه المسألة فيها تراكمات تاريخية، المسألة عندها علاقة بسياسات انتوجت خلال الحكومات والأحقاب السياسية الفائتة. فضروري جدا انه اليوم نكونوا على عجله من امرنا، لانه ما عادش عندنا وقت باش نزيدوا نستناو اكثر. وكل ما تاخرنا كل ما كان العوامل هذه، عوامل التغيرات المناخيه وغيرها، تدخل وتحاول وتعرقلنا في تمشينا نحو تحقيق سيادتنا الغذائيه. دونك التوجهات الكبيرة بالنسبة للأمن الغذائي، هو أول حاجة تحقيق الأمن الغذائي، تحقيق معناها الاكتفاء الذاتي بالنسبة للحبوب، وإلا التقليص على الأقل من التبعية هذه. الحاجة الثانية هو تحسين الميزان التجاري. كما تعرفوا احنا معروفة بالنسبة لتونس أن قاعدين نوردوا في الحبوب ونصدروا في الزيوت، نصدروا خصوصي الزيوت والتمور والمنتوجات الصيد البحري، هذوما ثلاثة حوايج. دونك كيفاش نعملوا هالمعادلة بين الصادرات والواردات، معناها باش على الأقل هاكا نصدروا بنفس القيمة اللي نوردوا بها. والحاجة الثالثة هي تحسين قيمة تحسين الكاليتي، الكيفية متاع الغذاء، وهذا يمشي عبر منظومة كاملة متاع مراقبة صحية متاع من الانتاج حتى للتحويل وبعد معناها الكوميرسياليزاسيون، معناها البيوع متاع الشيء هذا.